استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، حيث ركز الطرفان على اللقاء على تطورات الأحداث في غزة. وأعرب كل من الأمين العام ورئيس المفوضية عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء، وأكد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لسكان قطاع غزة والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، إلى جانب الوقوف الفوري لجميع أشكال التصعيد.